بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ وعدت الناس على التليجرام ان انا هقدم لهم النهارده لاول مره شرح عربي مجانا بالكامل، ازاي اقدر انقل التوصيات اللي بتتنشر على قنوات التليجرام الى حساب الميتا تريدر بتاعي، يعني المنصه بتاعتي، باللوت اللي انا عايزه باعدادات كتير هفهمها لكم ان شاء الله في الفيديو ده بدون اي مجهود. يعني سيادتك هتسطب الحاجة اللي انا هعملها دي، او الطريقة اللي انا هعملها دي، هتحط المنصة بتاعتك وتدي له قنوات التليجرام اللي بتنزل توصيات اللي حضرتك شايفها كويسة، وتقول له انسخ التوصيات دي على طول اوتوماتيك. وان شاء الله ان شاء الله النهاردة 25/6/2021 بوعدكم ان ده هيكون اول شرح عربي مجاني بالكامل. الناس بقى اللي هتستخدمه في السوق، يعني اللي هيستخدمه في الغلط، انا بعفي نفسي تماما من الموضوع ده. ده عمل خيري بقدمه للشباب في مقابل تبادل منفعة، هقوله في نهاية الفيديو ان شاء الله. يعني زي ما هقدم لك خدمة حضرتك هتقدم لي خدمة، انما الشباب اللي هتروح تبيع او تشتغل على قنوات تانية وتعمل قنوات يقول لك النسخ المجاني وتعالى ادفع الاشتراك 100 دولار و50 دولار او 20 دولار حتى، كل الكلام ده شباب حرام تعمله في بعض كده. يا مخسرنا بسبب الدعاية اللي العرب بيعملوها على بعض، يا مخسرنا بسبب الدعاية اللي العرب بيعملوها على بعض. حتى الاجانب نصهم فاشل، او يعني 99% منهم فاشل. فشباب بعد اذن حضراتكم، يعني مش عارف اقول ايه، بس يعني نخلي فيه ضمير شوية. النهاردة ان شاء الله لاول مرة هنشرح الشرح ده، شرح من نقطة الصفر للنهاية. الفيديو طويل شوية، اعمل لك كوباية شاي كده وروق واقعد وركز معايا وشوف انا هعمل ايه بالظبط علشان تعمل زي ان شاء الله. انا مجهز لك ملف تكست هتلاقيني حطيته لك تحميل تحت الفيديو، او ممكن احطه لك في الديسكريبشن تحت الفيديو بالكامل. هنفتح ملف التكست يا شباب. اول حاجه احنا عايزينها، اول حاجه احنا عايزينها علشان التوصيات تتنسخ فوري، عايزين جهاز كمبيوتر محطوط بره في دوله اجنبيه بره، نت سريع جدا، ما بيتفصلش، ما بيقفش، ما فيش حاجه اسمها كهرباء تتقطع، ما فيش حاجه اسمها نت يتقطع. فهنشتري حاجة اسمها في بي اس او سطح مكتب بعيد، يعني جهاز كمبيوتر هيبقى بتاعك موجود في نقطة ما او في مكان ما هتسطبه، علشان عندنا الكهرباء بتتقطع، عندنا النت بيتفصل. اللي بيقول لك انا هجربه على اللاب بتاعي وماله، خلاص يبقى عدي الطريقة اللي انا هعملها دي وجرب على اللاب بتاعك، بس انت واثق ان اللاب ما يعملش سليب، ما يقفلش الشاشة، انت واثق ان النت بتاعك ما يتفصلش. افرض القناة نزلت التوصية وبعد كده قالت احجز او اقفل او اي كلام من ده، هتعرف ازاي؟ فاحنا عايزين حاجة دايمة، حاجة شغالة 24 ساعة، ما يبقاش فيها مشكلة. كمبيوتر، جهاز كمبيوتر ما فيهوش اي مشكلة، رامينه بره هنحط عليه الشغل بتاعنا. نبدأ المرحلة الاولى، وهي ازاي اجيب جهاز كمبيوتر بره. ادي الرابط اهو يا شباب، هتاخده كده، رابط شراء جهاز في بي اس بالشكل اللي انت شايفه ده. هفتح كده، الزق اهو، الصق وانتقل. فهاجي هنا كده شباب، اشوف البلين والبرايس، الاسعار. الاربعة جيجا رام ده حلو، ممكن تبدأ بيه مبدئيا، جميل مش وحش. التمانية جيجا رام جميل جدا. الستاشر والحاجات دي مش محتاجينها خالص، انما ممكن نبدأ بالاربعة جيجا رام. جيت ستارتد، تمام. بتيجي كده شباب، عايزين بس هنا، انا مش عايز ويندوز سيرفر 2016، ولا عايز الويندوز 2010 بروفيشنال، ولا عايز اي حاجه، انا عايز ال 2012 علشان خفيف. اللوكيشن تقدر تختار الدوله اللي هيبقى فيها، في نيويورك، شيكاغو، لوس انجلوس، مش عارف ايه. في هنا حاجات بفلوس، يعني ده بفلوس اسيا، ده بفلوس، ده بفلوس، ده ببلاش، وده ببلاش، وده ببلاش، وده ببلاش. لوس انجلوس انا خليني في اول واحده، انا ما عنديش اي مشكله. الاديشن هنا، لا انا مش عايز حاجه هنا زياده. وعلى فكره تقدر تقلب اللغه دي للغه عربيه تقريبا. منين؟ والله وكان في هنا، وهنا بيتيح اللغه
العربي بس، يعني كل حاجة سهلة قدامك اهو. احنا عايزين الاربعة جيجا والانتل اتنين وكذا، والهارد وكذا، تمام. اروح رايح قايل له ايه؟ كونتينيو. انا مش هزود هنا اي حاجة خالص يا شباب، مش هزود هنا اي حاجة خالص، انا بس غيرت النظام التشغيل الى ايه؟ الى 2012. 2012 2012. فهو هنا بيقول لي خلاص ده السيرفر اللي انت هتاخده. فانا بقول له هنا ان انا عندي بيرميشن كود، بكتب له البرميشن كود بتاعي. شوف هو هنا بيقول لك انه ب$9، ده الكود بتاعي كوبي اللي هو شادي 15. طيب هما لغوا الكود، ما علينا، كانوا عاطيني كود نحطه بيجيب لنا خصم، ما فيش اي مشكلة شباب. فخلاص احنا كده ايه، اخترنا التسعة، هيشتغل ب$9 في الشهر. هقول له تشيك اوت. طبعا انت كمستخدم جديد هتسجل، انا هنا مثلا مصر، هختار الدولة مصر، مصر اهي، وهنا الفيرست نيم الاسم الاول، لاست نيم، الكومباني نيم، الايميل. طبعا الكومباني تقدر تسيبها فاضية، الايميل ادرس، وده الادرس بتاعك، والسيتي والستيت والزد اي بي كود تقدر تدور عليه على جوجل لو انت مثلا في 3415، ده اللي هو دمياط. الكانتري اختار ايجيبت، اختار الدولة اللي انت فيها، ما في ناس كتير اصلا هتبقى متابعة الدرس من دولة تانية، فانت اختار الدولة اللي حضرتك فيها، تمام. والباسورد اللي انت هتعمله لنفسك، والكونفيرم باسورد. وهقول له انت عايز تدفع عن طريق الباي بال ولا البريفكت ماني ولا البيت باي، بتقول له اي هاف وكمبليت اوردر، وبخلاص كده الاوردر بتاعك هيجي. انما انا اصلا مشترك، يعني انا مشترك، فانا هقول له اكونت لوج ان، دخلني ريمبر مي، انا اصلا مشترك يا شباب. فهروح بقى على البلين برايس، هجيب السيرفر ده علشان نشتغل عليه مع بعض. ده اعداد الطلب. معلش يا شباب انا عشان كنت طلبت الطلب مرتين ثلاثة وانا بعمل الشرح، فعمال ايه، او هروح اعمل الطلب تاني اهو. خلينا ماشيين مع بعض خطوة بخطوة عشان الموضوع ما يبقاش ايه صعب. فهو بيقول لي هنا هيبقى $9، وانا عايز الويندوز سيرفر 2012، وبعدين الاستمرار اجمالي كذا. هقول له يلا الدفع، تمام يا شباب. وبعدين هقول له يا اما ادفع باي بال يا اما ادفع بيرفكت ماني. هدفع باي بال، واقول له ارسال الطلب، هيحولني على الباي بال علشان ادفع اوتوماتيك. طبعا يا شباب انا بشرح بس بالراحه عشان الموضوع يبقى سهل معاكم، لانه لسه موضوع جديد مش مشروح قبل كده، وانا متاكد ان شاء الله هيعمل ضجه بعد ما ينزل، بس يا رب نستخدمه في الخير وما نشتغلش بيه بعض. طبعا كده بيدفع لقد دفعت $9 وقمت بإعداد اشتراكك لكذا كذا كذا كذا. عودة إلى التاجر، هيجي لي إيميل فيه البيانات بتاعتي، اللي نشكرك على إكمال عملية الدفع، احنا في كذا وإيه ومنتظرين. تقدر إيه نروح على منطقة العميل. أنا قلت لكم إن أنتوا تقدروا تغيروا اللغة فيه للعربية من جوه، أهي العربية أهي، والإنجليزية تقدر طبعا تغير. دي منطقة الايه، العميل، منتجاتي وخدماتي. بروح كده على الخدمات، احنا عايزين النشط او الفعال او المستحق اهي، 25/6 ده الجديد، لسه هيجي لي هنا لما يبقى فعال هيبعتولي ايميل. انا هوقف الفيديو مؤقتا مش هقفله،
هوقف الفيديو مؤقتا علشان نشوف لما هيجي السيرفر هنخش نشتغل نعمل ايه بالظبط يا شباب، خطوة بخطوة يكون الموضوع سهل. يبقى احنا كده اول حاجة طلبنا السيرفر من الموقع، وجبنا السيرفر بتاعنا اللي هو جهاز الكمبيوتر اللي هيبقى بره اللي هشتغل عليه. بعد ما هيجي لي هنشوف هنعمل عليه ايه. هنوقف كده مؤقتا ونشرب لنا شوية قهوة كده ايه لحد ما السيرفر يجي. قبل ما اعمل شوية القهوة شباب، لو انت بصيت على الايميل بتاعك هيقول لك ان تم طلب الاوردر بتاعك. ده الاي بي ادرس اللي هتخش بيه، هوريك هتدخل بيه ازاي. ده الاي بي ادرس، وده ده اليوزر نيم والباسورد تحت. طبعا انا مش هبينه للناس على البتاع، انا اقدر اخش اغيره فيما بعد، بس خلينا ما نبينش الباسورد. فهتلاقي الباسورد تحت. فانت كل اللي هتعمله هتاخد ده كده كوبي، وهقول لك دلوقتي. بس هو قال لك لسه نص ساعة، يعني خلال نص ساعة ان شاء الله يكون السيرفر معاك. في حالة التأخير الكبير قوي ممكن يبقى 24 ساعة لو في عندهم اعياد او يوم الحد والاعياد بتاعتهم والكلام ده. فانا هنتظر نص ساعة وندخل ان شاء الله نشوف التنصيب هيبقى ازاي جوه، وهقول لك هتاخد الاي بي ده وتشتغل بيه ازاي. طب يا شباب، هو عدى ساعة تقريبا دلوقتي، عدى ساعة الى الان. هو طبعا بقى فعال اهو، بخش على فعال هلاقي ان لسه السيرفر بيتسطب لانه الاستيتيوس بتاعته اوف لاين. طبعا من هنا تقدر تعمل له بوت وريبوت وشت داون وكل حاجه، تمام. فانا دلوقتي علشان عدى ساعه والسوق ممكن كمان يقرب يقفل، فانا هوقف الفيديو ده ونشرح بقيه ان شاء الله اول ما السيرفر يجي اشرح الاجزاء التانيه بتاع ازاي بنتعامل مع النسخ. فانا هوقف بقى الفيديو ده وهنخليه جزء اول علشان لو السوق قفل وما لحقتش اشرح ما نبوظش الشرح، ويبقى ده جزء اول ازاي بطلب الفي بي اس. الجزء الثاني هيبقى ازاي بجيب الفي بي اس بحط عليه البرامج بتاعتي وبسطب المنصة، وازاي بشتغل تليجرام. شكرا لكم يا شباب، ويلا تابعوا الجزء الثاني.